اسميتي مجد أبو ماري، عندي كملت 20 عام شهر 5 ديال هاد 2019. قريت ليكونومي ولكن قريت النيفو باك، حيت خليت الباك ديالي وفضلت الخدمة في تركيا. مشيت خدمت تما. كيفاش بديت المسرح؟ كنت صغير في الكونسيرفاتوار دار الشباب، كنديرو هنا، كنمشي لي كاستينغ كدا. ابخي ملي بان ليا يعني بصعوبة انك خاصك توصل يعني باش تاخد شي دور ولا شي حاجة، قررت انني نحل انا قناة في يوتيوب. اختي كانت بادية معايا غير كانت دايرة الطبخ، كانت هي عندها الشان ما بيناش وما كتبينش وجهها. شي شوية الطبخ ولات كدير فلوغ او ميم طون، انا مثلا كنوجد لانيفيرسير وكتصايب كاطو او ميم طون مدخلة الطبخ. شي شوية بان عجبها الستيل ديالي انا ولات كتصور لي فلوغ. ماما داخلة معها ديما، ماما هي عجبها الحال، قالت لك كلشي داير الشان، كلشي حتى انا غندير الشان. وتا هي خدمات لها راه 54,000 ولا كثر، 56,000 في مدة شهر ولا شهرين. جريتي مع اليوتيوب ان شفت بناتي داروه ياك، وكيعجبني هذاك الشيء اللي كيديروا، قلت علاش انا ما نديروش، وبالاخص من كنت كنتفرج فيه بزاف وكنشوف نساء كبار في السن وكيديروه، وبعض المرات كتبان لي شي حاجه يعني بانال بانال ماشي تلهيه وعام معمرين وصافي، قلت علاش انا ما نديروش وندير شي حاجه اللي هي غتكون مفيده. شحال ديال البنات ما فاهمينش وكتبوا في كومونتير انا كنت كنظلم اختي كيحسب ليا كتكرهني، ولكن دابا عاد تفهمت هذاك غير الوحم ما غاديش ندي عليها. يعني كانت كاينين بزاف البنات باقي معادين لاربع سنين، البنت راه ولدت وخا تبقى عندهم عداوه على اساس راه كانت كتكرهها وهي كانت غير كتوحم. الوغ كداك في راه ميساج، وكيف ما كنقول في تما اي بنت راجلها وقع لها مع مشكل ولا كان وقع في الوحم تصيفط لي هذا الفيديو باش يتفهمها كنتصالحوا. لا الا جيتي تشوفي الفيديو كان فيه 50 دقيقة، عرفتي شحال قطعت؟ حيت لاحظت انني ملي كنتفرج الوحام اش قولني اش قلت عليها واش قلت عليها، والله الا قطعت بزاف، خليت غير شوية. وهي براسها لا دارت فيديو باغا تقول لهم فيديو، تقول لهم زعما كون شفتوا داكشي بالصح اللي كندير ليها انا كون عرفت نهربوا ديال بالصح. يعني قطعت بزاف لقطات، خليت غير شي حاجة اللي يعني داكشي ما غاديش يهرب لها العرسان، غير كيكون بين اي اخت واختها. بالنسبه للاج ديالها عندها 17 عام زايده في 2001، نورمال هذاك الشيء. لا نهائيا، مره واحده اللي تقلق اني هدرت على الازواج وخص يكون التكافؤ الفكري بيناتهم عادي يتزوجوا، هدرت في هذا الموضوع وقلت بحالي انا وراجلي يعني التباعد الفكري كاين كبير بزاف بيناتنا، تقلق هذه تقلق، قال لي انا ما تجبدينيش. كش خرجت من الخدمه، خرجت تعصبت منها، خرجت مع العلم انني ما عنديش فين بيت، والصالير ديالي تعود ما يدوز ترى الشهر، وعندي 200 ليره في جيبي يعني 400 درهم، يعني غنبات في الزنقه. الزوج ديالي كان خدام معايا وكي كان بيناتنا غير السلام السلام، النيميرو ديالو ديك الساعه كنت واخده بثلاث ايام والسلام السلام. صاحبتي داتني معاها للدار وهي قالت لي راه هاد الدراري راه تيقى كدا غيشوف لك، كان هو واحد صاحبه غادي يشوف لك فين تجلسي وهادي وكدا. فعلا هادشي اللي كان جابني من انطاليا سميتو، حطنا عند واحد العائله روسيه وكدا، وبقى كيصرف عليا بدون مقابل، لان يعني هادشي اللي انا ما كنتش كان ناوي. قال لي ديري حل، بغيتي تخدمي خدمي، بغيتي ترجع للمغرب نقطع لك البي. وانا بهذاك الفعل اللي دار هو ديك الحركه ديالو كبر في عيني، صافي تعجبت به داك الشيء قبلت نتزوج به وكمل. بصح كندم فعلا ملي كنشوف الناس كيفاش كيقجروا على بزاف ديال لي ديتاي، كندم علاش حطيت. ولكن ملي كنشوف كنلقى نسبه كبيره ديال كنقولها بالتركيه الكومونتيرات زوينين وقليله ديال الانتقادات، ولكن مع راجلي فعلا كيمشيو بعض المرات كيترجموا شي حاجه، ولكن انا اي حاجه كنقولها في الفيديو كيعرفوها. على حساب لي يعني ارباح زوينه، قد ما خدمتي قد ما غادي تشد هادشي بزوين. يوتيوب حاليا لا طحت ما غنهبطش على 1.5 مليون، وحاليا ما فاتش 3.5.
كيقول لي جنات الكوبي الثانيه. انا حنان ابراهيمي بقيت مقابله بواحد الصوره كنقول لماما لا وقال ما كتبان لي شويه. قلت لها غير ماجده فاش غتكبر حروفه زعما بحالي خصني غير كون كنت غليظه وكبيره غادي نبان تماما. اما جنات كيجيني راسي ما كنشبهش لا ما عرفتش كيفاش كيشبهوني لا. هي بدات من الاول ملي كنت باقا يعني باقا صغيره عندي شي 17 عام بداو بحال مثلا ماناجر كيدوز عندك. داز عندي واحد الماناجر مثلا قال لي نخدم معاك عادي نجيبك لي زوفر ايتترا. قلت له مرحبا ولكن يعني قال لي ما عقلتش كيفاش انا باقا ما عارفاش الماناجر ديال داك راه غيجيب لك اوفر وكاين الباي ديالو فيها ولا كيحسب لي كتخلصي باش يخدم معاك شهرين. قلت له كي راه ما عنديش باش. قال لي ماشي مشكل تقدر تخلصي بطرق اخرين مثلا بزاف ابتداء من لي ماناجر حتى المخرجين حتى الممثلين حتى المنتجين كلشي يعني بلا بدون ذكر التفاصيل بزاف. هادشي غير اللي تفكرت. عواشركم مبروكه ان شاء الله. كنتمنى لكم تدخل عليكم الصحه والسلامه. ما تنساوش تتابعونا في لاشين ديالنا ماجده غوماري خديجه غوماري كنزه غوماري ديال اختي. شكرا على تتبعكم وعواشر مبروكه وكنتمنى لكم كل خير وتسناو الجديد.